ازاي اعرف ان ست البيت دي شاطره ومركزه في ترتيب بيتها؟ تعالى اقول لك على كام علامه هتقدري تعرفي من خلالها ان كانت شاطره ولا لا. والعلامه الاولى توضيب الدولاب. علشان تحافظي على ترتيب دولابك ودولاب ولادك ما تحطيش اي هدوم بحجه انك تعبانه او مش فاضيه، لان لو دخلتي هدوم مش مطبقه مره خلاص مش هتقدري تسيطري على فوضه الهدوم. طب الحل ايه؟ انا هقول لك يا حبيبتي، لو المشكله في وقتك الضيق خلي التطبيق اخر حاجه في يومك الطويل. لو الهدوم بتدخل في بعضها وده بيبوظ شكل دولابك يبقى الحل في الفواصل. اعملي فواصل بين التيشيرتات وبين البناطيل وبين كل حاجة والتانية. طب اعمل فواصل ازاي؟ عارفة كرتونة النتيجة لو عندك حطيها كفواصل ما بين الهدوم علشان تحافظ على ترتيب الهدوم دايما. وما تحطيش الملابس الداخلية والشرابات والطرح ما بين الهدوم لانها بتتوه وبتعمل فوضى. خليها في ادراج منفصلة، ولو ما فيش ادراج حطيها في شنطة قوية جوه الدولاب. الهدوم او البطاطين او المفارش اللي مش بتستخدميها طبقيها حلو. والملايات حط كل ملاية جوه كيس الخدادية الصغيرة بتاعها، توفري مكان وطبعا وقت لانك مش هتقعدي تدوري على باقي الملايه وسط الهدوم. واخر حاجه علشان تخلي ريحه دولابك دايما حلوه، حطي صابونه الوش او صابونه بريحه بتحبيها بين الهدوم. وبرده ممكن تحطي عواد بخور بين الهدوم او هزازه برفان بين الهدوم. بس كده. ولو حابه نصيحه اكتر هتفيدك جدا في بيتك، سايبه لك التطبيق في اول كومنت. تطبيق حلو جدا ومميز.